اكيد هو كان في معوقات في الشغل وانا بشتغل فيهم، لانه مش موجود القطع الاصليه مش موجوده، فانا بحاول ايش في الشكل الموجود في السياره اللي هي نفسها بحاول ارجعه اقدر يعني بقدر المستطاع انه ترجع زي ما كانت السياره. فكان من المعوقات من يمشوا من معابر، لانه ما فيش معابر انه تقدر تطلب شغله او تطلب. كل شيء موجود برا، في الخارج كل موجود، في الخارج كل شيء موجود، في بلادها في بلاد تانية موجودين القطع، لكن بسبب الحصار ما بقدرش انا اجيب ولا بقدر اطلب اي شيء زي هيك لانه ممنوع. انا حابب السيارة هذه المرسيدس تقريبا جبت شغلات من أمريكا، اللي هو الطاسات المفصلات، شغلات اللي هي بتديها الشكل تبعها الأصلي، جبناها من أمريكا عن طريق شباب أصحابي يعني في الإمارات، وبعتناهم عن طريق مسافرين. تغلبنا كتير تقريبا 8 شهور لما وصلوا، والحمد لله عدت وسويناها، وبكون الناس مبسوطة أصلاً وأنا في الشارع وأنا ماشي، بكون مبسوط من شكل سيارة قديمة. ما كانوا يعني الجيل هذا يمكن اللي كله من التسعينات هذا كله ما بيعرفوش، فلما بشوف سيارة زي هذه قديمة بنبسط وبكون مبسوط، حتى له خاطر يكون يتصور عليها. أنا حابب أطلع، أكيد حابب أطلع إسرائيل وأكون زي الناس اللي بتطلع، لأنه شغل هناك أكيد كويس وفي مجال أوسع من غزة، يعني أحسن من معيشتي أو من المعيشة اللي إحنا فيها بس.